السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول مرحبا سي سون سي غيمين ناغ تديانت أسقد مسلاية في ذمسة ذمسة ليكونومي تمور سنة الحوتة ذمسة دي تمور الناغ الطاسي مسنون ذمسة إدنا باللي ثزمسة تمور الناغ وثقعيضة ثزمسة تمور الناغ شميت الفساد شميت لا كوريبسيون ثزمسة تمور الناغ وثلحوية رزات ثزمسة تمور الناغ تنزمر داوي المشاكل رزات خطر وقد يسلحوين ثمسل تاقيوت سلحنين مليح الساقيد نوي كريم مسنون أثن سقسي أين يعني ثذم ساقي أين يعني المشاكل الناس ذشوة الحلو زمرنا ذي لين نبودي استديو مثلا نصر أثن سقسي ساقي سيني عسلامة إنك عسلامة محمد. السلام عليكم أزول في الله تسلمها في قدر بتوالينا وندينا. السلام عليكم أزول في الله ون مثلا نصر نهضر دطس اين يعني انت مسالين تسرسيت ولكن ثمسلت تذمسات شو درت تسرسيت امكي تزريض وزمير دارة تخدم تسرسيت بلا تذمسة ما تخدم تذمسات تسرسيت ثلاث يسلحون ولكن ثورة طس لي زيكسبير ادي هدرن قارند باللي الشغل تذمسة دي تمورت النار والحون ترق فريد العالي الشغل تدام سادي تمور النار تشورنس الفازات ثلاثة كوردات طاس سي بور سا العباد اكس عان ثمو سني ذي تمسال تاكي وزمن الناس كش من نفوس نسن خاطر ما يكش من الفيروس كي لا كوريبسيون ما يكش من الفيروس كي تكوردا اشور تدام سال تخدم ذي تمور ارنوياس الطاسي دي قارن باللي تدام سال تمور النار تلحوس ب 97% الماء داخل البترول يعني نكون دي تمورت الجزائر ونخدم مريان دي تو كلش نتساوي تي سي فرا ثورة لا روند بترولية اللي ديما ديك من سي البترول نقصن ومعنا لا دوموند لامبورتاسيون اشود نتساوي سي فرا الحساب ينس يولي الطاس لان دينا يولي 60 مليون دولار دي السنة 2013 يرنا سي 2008 2012 لا برودكسيون دو بترول نا السوفاغين الغاز ديال البترول سي القاع ينقص مليح مليح دينا سلام بينك النصر ذا شو تمغلي ني كاين يعني انت مسلت كي تدمسا ولحونا راه من الحديث موت صحيت محمد كتشكرا الى قدني ني باللي يعني اكو وفقا مد النظ باللي تدمسا تلحو وكذا السرسيث ذا والعالي خطر ونزمر ضرات تخدم مض تذهم سيج جهدا تقدر ان ايكونومي فورت لو كانوا تسعي ضرا ان سيستم يعني بوليتيك ان سيستم يعني بوليتيك اك صحان اذي يجعل كل يعني لي توندونس بوليتيك اذي لي نهني لي زاكتور دو شونجمون دو بروجي بوليتيك الى قد انني بلي ثمورتنا ليكونومي نس ليكونومي يجهد نارا الصح ادري من خشمنت خشمنت خطر يولي لو بري دو بترول يولي مليح ولكن الجزائر الا راتي اون اوكازيون يعني لوكازيون يقلهن مليح مليح باش تسقعد ليكونومي نس ادري من كي وتنستخدم نارا ام كي لازم الحل باش ديفيرسيفيي ليكونومي الجزائر نكوني وزم ظهرت بنو ثامورث ثامورث في ليكونومي صحان في ان سيكتور يون السيكتور كان يعني نزمر دنيني لو سيكتور دي زيدرو كاربور البترول الغاز ام كي دني غوالي كي لانترودكسيون فهضرت النيض باللي 97% المدخول الجزائر خشمنت سي المحروقات ديال البترول ديال الغاز وكين ديال الحاجه يعني إجلهان يغدي في كاربي النعمة ذي سدو القاعة جي ولكن النعمة يجي تزمارة وغل ذي النقمة في اللانا أرزداث دونك إلاق يكوي قدي قدشن دي تذمسا لزي إيكونوميست ناغ ويقدي تبعا الشان الجزائر هاترن أدقارن باللي يعني شي يجي اتبنو ثمورث اف ايون ان سيكتور ذي الحاجة يعني يعني ذي الحاجة اكس عنارا لافنير الى قد نيني ذا غنو قد يتبع عن الايكونومي
نند باللي ليكونومي الجزائر تغلفيت ليكونومي يعني البازار سي اون ايكونومي دو بازار سي يعني زعما دنيني سي اون ايكونومي دو بريكولاج ولاش يعني ديك لي انستيتيوشن نا ولاش ديك سي اون كولتور ثقافه ان ليكونومي يعني انتدمسا باش نروح ارزداث ولا امثل لا لا تركي لا تركي زعما تدناوين كوم اكزومبل امثل لا ليكونومي نس وتجهيدارا ثلا يعني السوفري سي اسمي سي لي دات السوفري ثلا السوفري دا غنسي لا كوربسيون ولكن وسند وسند العباد يقصل حن وسند العباد يتخمم من رزداث يلزافي اون فيزيون ران سي لا تركي ثورا لا تركينز مردنيني سي لو 11 بي يعني دي ليكونومي اندونيث الى قد نني نكوني محمد باللي لو كان هذه كمل الحاله تكمل لك كي نزمر الحل يعني ادنك شم ذي المشاكل ذي مقرانه نرزدف خطر ذا شيء ضرون ثورا نستخدم يدري من نادي ختمن بور لي زيتوليزي باش نفنو لي انستيتيوشن بور ديفيرسيفيي لا ثذم سنه تنستخدم بور اشتي لا بي سوسيال تسمى انت كيدري من انت وزع يدري من يا با دو فيزيون ارزاف ام كذا مرثنا غلو كان هذه ضرو اخسار ذي ذي السيكتور اكي دي زيدرو كاربير ام كذا مرثنا تزمر تكمل اتفد في خجار نيس وتروح ارزاف الاف ام الفوم مونيتير انترناسيونال انك لو كان تكمل الوضعيه قال لي اقتصادي تموت للتار يعني لحاله قلت تمسى مكانات الحدوث مرث إنك 2024 ممكن ثمرة الجزائر تغرى ترطل لي ديري من أمكي درضل لك مزوارو أمكي درضل لي زاني كاتر فانديس أمكي رتولي أولا قل لنا وقي نهني على حسب يعني لي زاناليزي خدم من لي يعني نزرب لي فيمي تشورد لي زيكونوميست نزمر دنيني سيتون اناليز د الدراسة يون يلق الفو لا بروندر او سيريو او ميم طون زمرن ويا نيضن سي الجهه نيضن كدينين سيتون اناليز يعني الارمونت الجزائر واستوضر رشياكي ولكن انه كوني غدا شدنيني انت ولي ذا شي ضرون كونير سي لو تيران انت ولي بلي ليكونومينا سي با زين ايكونومي يعني كي ديفيرسيفيي وتنوع عارا وثنيض كواليك ذي لانتروديكسيون ثنيض بلي لي زامبورتاسيون رنان برسك دو 50 مليار دو دولار هي 2000 و2013 يعني نوغال ثورة ذي 2013 لي زامبورتاسيون عدات قريب عدات 60 مليار دولارات وكذا كين ذي الحاجة تم قرات سيتون يعني ذي الحاجة يقسى عن البوا في الايكونومي تمورث ونزمير انا نكون ادي ختم الخير ثمرت لنا ومن بعد ان تذكر كان كيدري من سون بلا من من فنا يعني ثذم سي صحان اون ايكونومي يعني غاتيلي ديفير ديفيرسيفيي ويلا قدرني محمد باللي الثقافه لنا الثقافه طار بندو يعني الربح السريع ولاش لا كولتور دانفيستيسمون ولاش يعني اون فيزيون سي لي انستيتيوشن ياكي وكادي تفن ليكونومي دي ثمورتنا انا غير مدبرن للسيكتور نتا دمسا دي ثمورتنا وسعنا راه اون فيزيون رزدث امك يعني انسعوا الثقافه باش تخدم ثمورتيك باش يعني ديفيرسيفيي دوتر سيكتور ويعني نكوني سي الجزائر محمد اون امبورت بريسك تو يعني نتاوي تي برا كلش ولاش هذا شو نخدم في ثمورت النار يفاقي تاوى غيث مقران يعني تاوى غيث مقران مليح مليح صحيح تنصر نروح حسين في قلنا مزوارو قمثنا محمد الحسن اكي لا سيني السلام عليكم اقمع وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أكمتنا موحن دسكت دنتمسلي في ذمسة ليكونومي تمورث نفاد نولي اللي حالة ذمسة أكتوال مونتورة كاقي سنة الحق أمكيد زريضة لارونت بيترولير سما كل شيء لحسس البترول ذي الغاز دي تمورث النا
97% التدريم توك تمور تتاسد سيدي زيد روكاربير دونك ما ولا شغل اللي فاض فقد لي حالة اكتوال دو ليكونومي دي تمور تدمسا دي تمور ام كانت تولد تدمسا كير زداتي الطرا اقلغ ان تروحوا سما الديكلان تروحوا باش تسرنو سما تدمسا كي ممكن تداوي المشاكل دي تمور نعم كانت تولد محمد الحسن فهمت وهو الدنيا بلي نكون نشاهدوا الحديث مثل الاقتصاد لا ليكونومي ونخدم على ليكونومي كل يوم اذا مساعد ياخي ما بيرش تكلم على ذاك الاقتصاد اذا انتم عندكم اقتصاد اذا انتم تبيعوا الزيت وتاكلوا الدراهم صح ما بيع لا هو اخر شيء اخر الحاجه فهمت قصدي اللي تخدمي من قبل كتفنا الحكم البوفوار كيفاش نزل الاقتصاد خاطر ماشي الاقتصاد، الاقتصاد اللي يعطيك 100 دولار، السخر ما باش يديها 100 دولار، يكون ما عندكش 100 دولار تنصرف، نقلب الدولار اللي ما عندكش باش نصرف. استبدل بالدنيا الاقتصاد، الدنيا تبديد المال العام، تبذير، العكس الاقتصاد، ماشي الاقتصاد اللي يفهم كله. يكون الحالة هي كبير من شغل غير فيها، خاطر يمين بزاف نخدم الاقتصاد. يقال لك الظاهر ألتش مرضي عن البترول المدخولة ديال البترول خل من ديال الهجوم بعد ما يموت الهوالي صلاح مرضي خل من ديال الهجوم الخدم يوم الشعار قال لك بارتي لا فلان وقليا من أجل حياة الأفراد ودي البروغرام هذا البروغرام اللي سوا جالسين برا أمشي أنا ثم وثم تموت الجزائر ساعة المساحة سيني مليون و 300 كيلومتر مربع بالنسبة للديموغرافيا لوقتني السبعينات 3.2 3.2 امشي تسنى لا مارشي للستيل لا كونسوماسيون امشي 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 المدخوله ديال اللي شفت من كاين لي لاجيري اللي خدم في الدول في القوانين هنا كان فرنسا في الامريكان في السوق الاوروبيه الى اخره دونك انا ما بتوعد قلب اللي كانت ما نسميهاش الاقتصاد ما ديمي بعد تحفو إلا تيحلو قبل أن يتولك الشكل تاع الدنيا قبل أن يتدرج، إلا يكسرق ليش تعرفوا بلي الجزائر تسير دولة الجزائر لا مافيا. ما تجيش دير قياس. سيك باش نهضر في الاقتصاد نعلمك كيف بلي يقال لك ساعة من الراي باش نوجه الاقتصاد واش ندير الصحراء ومكان مفاصل الدولة الجزائر. سواء المسؤولين كلي بوست كلي على حسب على حسب الاتيليين سناتنا ولا حبيبي ولا دونون باش هذاك اللي ناخذ التلفاق باش تقليش شي تي مقارنة من البنك نا ايرا الجيريان هكا ماذا قال الجيران الجيريان هذه قلب يدخل من الخير المعرفة ماشي بشرط مسؤولة مقارنة انا شاف شاف سيرفيس نا شاف دو بيرو باش يدي في كام بوست دو ترافاي خاطر هذاك اللي فيها ما يديرين كونكور ولاش الكونكور هذاك الكونكور هذاك معنا شكلي هنا كبير مي ابري سدوا غمور تروحوا لي بوست انا مش فاهم شاف سيرفيس نا شاف شاف دو بيرو انا شفت الخلاص من ذاك الشهر يا نوش كواس هذا ما خاصني ديرغل شهرية هاي تسعة وشوش بس باش أبي أبي في البوش دو طرافاي مسكين يجي خدمة طرافاي قبل أن يبدو الخدمة وقي في النيفو الأبرز القاعدة فلو تسالي غا ما سالو الدسون كلا سالو الدسون ما فو لو غي ديبيتي تعدين شكارين دي سوربيين الممثلين الشعب المجلس التشريعي البرلمان ما دوسوا على لي مينيستر في غلوكتادي بوسي سي عبد العزيز بوتفليقه اكتوحسب الفوره اكتوحسب في المجاهدين هذو غال 17 بون زعما ولا الجزائر كوي 17 الوزراء جيو في المنطقه التراب الوطني جيو في الجهات التراب الوطني لو كان في الجلاله لا كومبيتونس والكفاءه عند جلسان معليش ولكن الفراغ ديال دي بوتفليقه قال حبابيش قلنا في اسم شنو قلنا الملك شكيب خليل هذا من جمال ولد عباس لكن لا نروح نطفل لي بوست عمر الجيوب نسم وخلاص دونك مشى الدنيا شد الزعل بزاف في لاجيستيون ليكونومي ناسيون وتهدر غلط في ليكونومي با ليكونومي الى البترول يشتم بيز المال اقلع في الدوري طاق الوقت هذيك اللي ضعفه كان باش لاقي نقولها وعلى وين داع دون كان بالشعب اخش كتير فكرة شقاسة فك مشتري شاف دين شاف مشتري يخدم
ما طلعنا ما زياده الاجور وطلعنا الانتاج على برودكتيفيتي. المز من المية المز من المية جمال تريزور باش انت ما تخلص على حساب الزياده التكنيكيه كاين حاشا التفكير الاقتصاد وتهدى فيها فلاس. إلا قرع من الجزائريين بون المسؤولية ماشي المسؤولية كان المسؤولية بالسلطة كي الشعب كل الشعب لي كونسوماتور ولاش ولاش واقيلا بالعالم قال لك كونسومينا من الجزائريين 6 مليار صوب الزع ما تاخذ المواد تلقى المطير نعم انا محمد الحسن نهار اخر الخبرات كي قارن سي 2008 2012 خمس سنين كي كان لا برودكسيون لي زيدرو كاربير تنقص 10% يا هل تو نعم تنقص 12% 12% تنقص 12% ولا الاحتياطي نبدا من البترول يقول لك سجلنا 2020 سجل 2020 يقول هذا الغاز ما نعوص الغاز هذا هو التسجيل باش اللي غادي يقرب لليورانيوم سد الدم المداخل الانترنت باش البروبليم ما مادام تجولي تسجل المداخل كي ستاس العقلية كي السلوك كي نتوما دونك نفدو انا السكان الزازل مصروف الريزاز دونك نخدم معاك الايكونومي ونخدم مادام ما فيها ودلتها ورا الاقتصاد الفعلي الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد المنتج اسمع باش فيني باش كل خنفلة بلي ثم وصلنا السياحة ثم وصلنا ماشي السياحة الشعب الجزائري ويتوخذ ما يساوى العقلية للتوريزم دابا في كارويوي ديال شو وجملة السائحة ديال منين مانيش باش غادي يدوك شي مرتاكي خاطر غادي تشوف كل نهار تاع ديال يجي فلاش تاع ديال بلا ما نياخذ ثم تمسخا كويس وصار القهوة الكافيتيريا القهوة بزنقة ريستورات وصل احنا السياحة واش الخدمة تجيش الفلاحة الفلاحة ثم فيك تشالين سيقيس اللي هو غير تسكر بالجنة وتسمي غير الفلاحة ما دام مش هاي ورا اشوف لما مش ميسيسيبي نعم امازون راه منين بقى غير الجنة ثم الفلاح خاطر اللي فرغ يخدم في براجل اكثر تشير بمانيا ينزل ارض تقدم لي برودوي ديال لاغريكولتور تقام غلاش دونك ماشي تما تفلع يقول لك لاندستري لاندستري ارزان ارزان سيكتور اندستري يقول لك كسكس بايلوت فيها كثر كثر في ديمانشن لا معنى دائما يقول لك تنيكوسيين يقول لك خدموا في المصلحه الشخصيه وتني بوسينا باش نخدم التابور لكن سواء شرطو خشمني في القطاع الخاص ديال كومبي القطاع الخاص كومبي فاسد خاطر امبور اكسبور الدنيا كاع خدموا امبور اكسبور تسوي لهم السلعه مدرعه هذاك دونك اثنين تبغى تكتب لي خدم الشرطه في بيت سبورت البومبلان اخدم خاص الشرطه ولاش ولا يقبلون باش ما كاش وزمان زمان نغلب اللي تعرف ما يديروش ما يديش تري خاطر سهلاش الحالة ما بدي تساعد طوموبيلات هذا الجو ولا ماذا قال هذا يخدم الوزير هذا يخدم خدامات هذا يخدم مجلس الاسيرونس هذا يخدم قبلنا لا 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 حرام تاكل لك لا انت على كل علاقة داخل البوفوار وخدمنا دونك وخدمنا يا قالك قمتنا محمد الحسن ليكونومي كينا الاقتصاد كينا نتوالي روح ساسيف يا هل ترى دي موسنا ونوس عيارا الفيروس كيلا كوريبسيون كدي تروينوك ليكونومي ياك؟ اي الحمد لله يا ربي الجاير ما تعلمو يقال لك الصان بالاطارات بالمخاخ بالادمغه بالسيرفو باش نتسايلات في الاحصاء الرسمي ماشي 830 الف اطار يقفون البراء اكسترا بالجامعات العالم ما يديني الاقتصاد ديالي شنو كان اتف الدكتور ساكتوف في جامعه موريال يوم الخبراء العالي قال لي قال لي قال لي ما كنتش عايز نرى الاقتصاد ديالي الاساتذه الاقتصاد ديالي قال لي مش عايز نرى الراي انا نيت توعيين توعيين قالوا ساواك وساواك ما غاديش نسلم المسلمين وين نسلم ناخذ ديك الى بروب كيسال كفاءة ويسوى الظفارة بالدولة الجزائرية ماذا بلا مش تعرف باش تاكل وتوكل يقبلوك
قمتنا محمد الحسن لارون تسمى نكشوم التدريب مثل تمورة الجزائر 97% سيليزيدرو كاربير ذا شو التفرات راس الحق ذي وزافوا قيم يمكن يكوني سمورة الجزائر صلاح جوناسا كيكين ساعة امكن نزمر دنا نخدم باش نتكلار حاجه في البترول خطر لا فاميث الناد دي سي 2024 زمر ما تسوغل ما درض اللي يدير من درض لم يدير من دوك نسعى 10 سنين اشو نزمر نخدم دي 10 سنين هكا البروبليم هذيك والله ماشي الاقتصاد ديني تسير الاقتصاد نسميها السياسيين اللي ماشي السياسيين خاطر لا مافيا لا مافيا تسير مؤسسات الدولة الفلوس اللي وراء ان بروجي مشروع ولاش استراتيجي باش ينصف الحالة هذيك اذا كنت الحالة هذيك عراقين غرقاء قلع السكر بيشو دائرة مغلقة وانتش في العرزي خاطر دائما طالب بالشعب دائما يتزاد ونحن باش نسكت الشعب باش نربح الملاحة اللي يمس هذيك كان الشعب ما يسكت دونك المعنى سك سك ماشي الشعب هاك يدي بصح هاك البوبيليزم يخدم ماشي زي من ماشي زي من الدولة دونك قلت انا علاش ولاش الفرق ولاش الفرق شحال استراتيجية يسال يسال الفرق بالحالة هاكي قمتنا محمد الحسن الا قمتنا الناصر زميلنا ذاكي فاكي دي سقسي مولا شو غيليف سي محمد الحسن كيلان الزول في الله يا فاك انا كديني تهضر في الاغريكولتور من ولي نكون اذا شي ضرون دي المروك يعني المروك تروح البعيد اين يعني الكوتيا كي اغريكول ويعني تمورث ايك مشطوح بارابور على الجزائر الجزائر الله يبارك توسع سعى للتير اغريكول طريريش ولكن انت ولي باللي لا ريزولطا اي لي زيرو وانت ولي ضغن باللي لي تيرني اغريكول وغالين سي دي شونتيي ان ديفنون يعني لي باتيمون ذا شو القراءه اينك ذا الشيء ياكي نو باش نخدم مع المقارنه بالمروك خاطر المروك استعملت فرنسا اكو الاتحاد الاوروبي معامله خاصه خاطر المروك الفلوس السياسيه الحركه الصهيونيه كل إذا جينا ما ننسى يعذون من برا سعنا يعذون من داخل أنا رينا كنا سعملنا المعاملة البشا راس ما تخدم من الإنتاج وش الدنيا فقول في الشورة المروك اللي تيجي السوق الأوروبية المروك معاملة خاصة ما لا بروف شوف القارة الصحراء الأوروبية اللي كل ما شيء يقول زي نيكلينج المروك ستتسرع كنا سعملنا كل تجربة سعملنا بالشعب يدخل من فورا يشتاق للحركة التحررية دونك اقدر نتعامل معاه في الخط مش في علاون ليني في علاون الامبرياليه العالميه المروك تحديث الامبرياليه والصهيونيه في العالم فوالا وكنت نتعامل معاه كيف كيف ماشي كيف كيف لكن يلا على كل تفريز من بلوزون انا كنت الشعب السبعينات مثل الفلاح قدم تنبورتي الوقت اللي تنبورتي الحمريه تشينا ماشي تنبورتي المروك انا نروح الباب لتشينا اللي راه مرسي الدنيا صندوق مفادي وسط عقيفة الكلب البدوس ماشي ادخل فيغري ادى الباب وراقيش بعد ذاك يقول لك البورا في تفرق في كاميون زين زين القمال لا تخربنا بون فرنسا شفتوا فرنسا في الجواد ما دام نرتبطوا يمكن فرنسا اقلعونا في زاير مرمى شفانكس العلاقة انا علاقة فرنسا ماشي ميرانكا الجزائريين يروحوا يخدموا الدب الناصيات ذكرى انا 1 مليون الجزائريين في الناصيات الفرنسيه اقلع شوف تظهر على ليكيبيراسيون فرنسا سا ليكيبي الجيري سي وسط طريقه نوي اقلع خدم في الاقتصاد الفرنسي ولكن وين ديس لان ولاكي السي محمد الحسن كلا اكديني ضغن الجزائري كس الحاين ثمورث نسن ماشي دي فراينين يعني ليكونومي كي تكون ويتي هدن تكون وين خاطر العملاء ليكولابوراتور المخرجين خاطر لك باش نديو الجزائري لانصليو الحر تطرف لي برانسيب اللي قبل باش تسبطي الاقتصاد المدلس لكل اللي قال شوف انت تكريم مثال بسيط
كيف ديما قالوا لهم على كوميسيون من وقت البوم ديال جرح مرضي تدير لا كوميسيون لا كوميسيون تو في الفيل ديالهم مشوار الديفلوبمون تبيع تاع عند 13 ماتيريال كبار حكيت شي بلاد عبد السلام كربيش خير طلع بالعمر الو علاش القانون علاش القانون الماده قانون من عند لا كوميسيون علاش علاش الفتوى علاش الفتوى بون اذا الوزير راح باش يتفاوض مع الكبار ويديني واش سميت يتفاوض ومشاف لا كوميسيون ديال ان بورسونتاج اللي كيشمل الكونت ديال كلاس اننا نخدم مصالح الامن العسكري داكلام واخا المصالح الخارجيه حتى نخدموا في الحمايه الاقتصاد الوطني الحمايه الامن الوطني خدم المعلومات تكون تب اشي بلايت سيتور تيتون سو الاقتصاد الوطني دونك بلي فلان سي ديتا يوديك شنو بيد سو العاش ابن شوف فلا شنو في كل كوميسيون على الكونت داكلاس تبغي نروح نتشمل التريزور مرحبا ما مهم نخبر غاش يجي لي راسي بلاد العالم تخبي راسي ايش تبي دار تريزور اوكي سورتو كسنوات التسعينات اللي لم يحوج ولا الدنيا سكري كاد يبغى السن دا مجهول بالسن الحمد لله ما دايرش الحكومه 95 الا يكون واش القانون اللي من عام يبغى يجتهد يجتهد ويشط في لا كوميسيون دونك وغا نتلاقى شنو في لا كوميسيون ثلاثة غال دونك لي بوست لي بوست كلي لا لي بوست اكويس تنزل لكم من البروبليم باش اللي غال الواجهه هنا كذا باش اللي يخدم السي في دبل اللي يشوف الحياه اللي في الاوتريت من كادر سي بيرو كليتا دونك كي تبجوز في الشمس باش ياكل ويوكل باش اللي يخدم له زافير يوريوش يوم خميس دونك الحاجه فين تديرو تاكل تخمما الجيريا في الاقتصاد ديالها لا ضربت الجمله في القناة اللي يجي يقنوا لهم تسجلوا ولاش اخمم امش انصر بالحلالية حاشا ولا اتيش مدر باش ندر وش دقاعة سي محمد الحسن يعني ذي رايك تيني يمكن نزمر انفا سي ثالو فتاي امكن انفا الاق يتوف دمي لما قيل المافيا يكونوا مع في التجاد من هو هذا فكر بس أقول هذا جيب ذرائش يقول لنا أن يخدم بليك سيؤ في الجمال وده لو عدى صار خطرين بوت في قفر الحل هو يستحي يقول يا أنا خميت خميم إنسا إيش من يكون شيء تسعة تسعة فوق نيد الميزانية الإرهاب الميزانية الاقتصاد للمديونية انت أقلوا شيء تسوف فوق المديونية تسوف أنا اللي خذوا مشاريع روحهم بعد الفلوس الى الجحيم راح لا الف مشات دونك ولاش النظام ولاش الرئيس راه يخمم بلي كان يخمم المستقبل ديال السياسي لا اذا عندي جد وانا ما راكيش اي دنك في الجلاد باش تستفد لك الحال هذه خاصك لا قاعد دون النظام لا النظام اللي بده السلوكات اللي تسير النظام الحكومه ديالها قلبت أقل عشرة ما دم بوتفليقة بالحكم أسبب التاجر ما راح بوتفليقة بذكر بير العقل كمثلا واحد الحسن اكديني بارك الله فيك تنمير ثم خرات ثم ولاقينك ارتفتك ما صحيت دونك مثلا ناصر ميد نسقسك مثلا واحد الحسن ان يكون سعر ليكونومي ديت مورت باش هاد المساله في ليكونومي بالصح يعني الى قد اللي دا غندا شو دينا باللي ليكونومي تذم سيجي يعني تلحو وكذا ثسر سيت اللي ثمرتنا اني غاسم كذي لي الحل ناقد باللي النظام كي الى قد يروح ونزمر راه نكمل انسعوين ايكونومي اكجهدن نا ايكونومي كي ديفيرسيفي ما النظام كي يتكمل يهضرد في سميس في كذي وفاني منسن في العملاء كي يوفاني منسن يعني تبعا لي زانتيري نسن ماشي لي زانتيري تمرتنا ونتا يعني البوان بلوز امبورطون تنقط يعني امبورطون تردنيني باللي يناد يلق يعني هذه للاصلاح ذي تسر ذي تمرث لنا باش اتي لي ايكونومي تجهد ان ايكونومي نزمر يعني خاصة ذي لين اتي لي ثازغان تون كريز ايكونوميك نزمر يعني انقابل سيز بغيت نسقسك مثلا واحد الحسن انك طونك يا با اون فولونتي بوليتيك داغن و تيديرو في دل سما ما راسقسيتك انك كانوا يهد الناس مثل ايكونوميكي
باسكو وكي يكذب فيريس هناك سي لا مافيا هناك ماشي د مدنو كي تخممنا في ليكونومي تخممنا في الشعب تخممنا بصح هناك 38000 هناك كادر روح هناك كيناك بارمي او الطاسيك سن تمسالينا كي ليكونومي ولكن وزمنا تخدم والو خاطر وسعنا راه فوس باش زمان ندخل من الحاجه صح يهضر يعني الشفر كي يسوحش محمد هناك 830000 كادر يروح النار برا هذيك السنه الطاس وي كاد لي زيكسبير ديال دي هذا مسا دي ليكونومي زمرنا داوين يعني ليكسبير ليكسبيرتيز نسن رون نير سو لو تيران باش تمورثنا تفاغ سي تالو ثاقي الناس ميس يعني التبعيه لي زيدرو كاربير الى قادنيني محمد داغن انت يهضرد باللي يناد باللي لا ثورة ثمورة نظن وقفغانر الخير ثمورتنا استخدم وقذا قيل مدينة لا مافيا باش ثمورتنا يعني وصروحة رين ايكونومي ايك جهدا باش يعني انفغ انفغ سي التبعية يجي لسميس المحروقات اللي زيدرو كاربيور حسن مولي نفقنا ويسين نسيني السلام عليكم كيفاتنا حسن السلام عليكم مع دخل مسخف لهم مسخرا سلام مع حسن نسقي غير من هاك ماين يعني نتذم ست مورت اتصار دي سوال لان اللي كانت الحق لي حالة رطونجي ومام طويا دي زيكونوميست ادي في كان سنة الحق اللي حالة تذم ست تمورت الناغ اللي زيدرو كاربير لارونت انرجيتيكا كي نفا كان عاد فكر رايك ام كانت سولت لحاله دمسه ثوره ام كانت سولت لحاله دمسه لعوام ما قالت دي لحونا زتك ما تنا حسن اكدني مرحبا سيسي الله يسلمك جروب ارمون ما ديك سمور في الجزائر ما ديروش موت شهر ليكونومي ونا با ديكونومي اللي سيت اون بان سيش لو كونستا كنا نتدوك لي زيكسبير ايكونوميك المات اللي سمور سنا اون شهر اون ايكونومي une économie qui évolue selon les normes modernes. C'est une économie rentière. Nous sommes en train de pétrole. Le pétrole. 75% de le budget de la hausse des recettes pétrolières, les impôts le pétrole, la fiscalité pétrolière. Les importations nord, elles sont pratiquement à 97% tirées par les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Donc à chaque fois, on ne peut pas parler d'économie dans un contexte pareil. On ne peut pas parler de politique économique. Les ministres, le président, le ministre mais en fait, c'est la répartition de la richesse, de la rente. Ils sont en train de répartir la rente. Et malheureusement, sur le plan politique, c'est le canon il y a des pétrole, n'est pas une véritable industrie pour un décollage économique. Malheureusement, on entend beaucoup plus parler de corruption qu'autre chose. Donc, c'est le même débat jusqu'à présent. On n'a pas une panne économique. C'est-à-dire, en 20 ans, on n'a rien fait. C'est une panne sèche jusqu'à présent. L'industrie, par exemple, le Sénat, jusqu'à présent, c'est 1% du PIB. C'est-à-dire, on ne produit rien du tout dans ce pays, malheureusement. En 2008, Ahmed Ben Bitour, qui était un ancien ministre des Finances, qui résume bien la situation avec les Hades. On parle de l'économie verte, l'économie basée sur il y a une dimension environnementale et écologique dans l'économie guerre, dans l'économie de la connaissance. L'économie numérique, on est très très loin, on est très loin même de l'économie tout court.
Mais tu vois, les entreprises qui sont les PME, c'est à je sais pas moi, 50 000 achats, mais c'est des petites unités de 20 personnes à on n'a pas de grandes entreprises, on n'a même pas favorisé l'éclosion des champions de l'industrie, les grands capitaines d'industrie, on leur pose des problèmes parce que ce sont les gros employeurs. Au lieu d'importer la télévision, il a la télévision, il a les félicitaires de l'étranger, il a fabriqué la guerre, il a le zèle, il a le chérique de la guerre, il a le misérien, et tout ça, c'est comme ça que tu crées de l'emploi et tu crées de la richesse aussi. Parce que les marques exportent. Mais le Kunis Aguien, on favorise les importations. Un ou deux importés, mais ce n'est pas le cas. Le Kunis Aguien, c'est un maquis d'importateurs, malheureusement. C'est-à-dire, même si tu as une rentrée scolaire, les fournitures scolaires, ça vient de Chine, ça vient de partout. Même si tu as une machine à Chine, un pays indépendant depuis 50 ans, il ne sait pas fabriquer un stylo. Tu vois, globalement, d'informel, il y a l'informel, même une entreprise étrangère, mais chaque stade, il y a un informel, la contrefaçon. Si tu as un produit, tu as une entreprise de guette, tu as une rachette, tu as des impôts uniques, et à côté, il y a un importateur de la chaîne, il y a des conteneurs, à moitié prix, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'investissement étranger en Algérie. Que balik à part les télécoms qui ont atteint là il n'y a pas d'investissement durant ce qu'on a c'est l'usine qui est mais c'est pas une usine c'est une petite unité de montage d'un petit véhicule symbole et tout ça il est dessiné au tiers monde et il sera fabriqué là qui pourrait être consommé là qui dit d'ailleurs c'est une tueuse c'est une voiture tueuse. Voilà le genre d'investissement entre guillemets dans la guerre. Donc il y a qui dit non c'est vrai que c'est un constat que tout le monde partage et depuis au moins une quinzaine d'années on parle de ça. Donc les discours, on va faire ceci, on va faire cela, décollage économique, mais on ne va pas décollage économique avec 200 milliards de dollars. Dès quand tu n'as rien fait, lève, on importe tout. L'assiette d'un Algérien, elle est à 90% importée, si ce n'est pas plus. C'est-à-dire même il est importé, c'est gravissime. C'est gravissime. Alors qu'il y a des Algériens qui réussissent ailleurs, à l'étranger, dans les syndicats et tout ça. Parce que vous connaissez que peut-être une petite entreprise, c'est un parcours du combattant. Le Kouaral, c'est une forêt de bureaucratique. Il y a un. Je perds bien qu'il y a un. Coulisse de la politique. Tout est politique, finalement. Si l'économie ne fonctionne pas, c'est parce que politiquement, c'est pas stable aussi. Il faut qu'il y ait une démocratie pour asseoir une véritable économie concurrentielle. Il a qu'il y ait une démocratie. Et la démocratie suppose que qu'il y ait une égalité des chances. Si on essaie de les manières d'investir, il a rempli toutes les conditions pour un marché, un investissement, et bien, il y a la crise. Mais c'est parce que le ministre, il y a une interview au téléphone du serveur général, le ministre derrière et tout ça, et tu as le marché. Malheureusement, c'est devenu une mafia. C'est un crise de mafia et tout ça, d'économie. Donc, ça fait saliver les gens. Même lancé, je dis que c'est notre fin des jeunes sont boursiers. Quelque part c'est raisonnable même si économiquement on peut pas le justifier mais à son niveau de la compréhension je peux comprendre qu'il résiste de cette façon voilà. Donc malheureusement Hassan Mouali هناك اللي زاناليز اكيد فكاد سي تربون زاناليز تربا كان باش نرد نفكن شويه التفاث نهضر ديك اون با ديكونومي نهضر اكدين في كام زوارك مثلا واحد الحسن كيلان انيك اون با ديكونومي هضر انت في لامافيا في شي تهضر في لامافيا كي on parle dans les journaux, il y a une diminution de production, il y a une malgérance, la malgestion. Donc, malgré qu'il y a une diminution de production, on a une augmentation de production, il y a une diminution, une augmentation. Donc, nous connaissons.
الشعب يبغى يولي هذه يولي ان ولا مافيا كيتورا الخير الا دي تموت لي زد دروك برلين ثولي لا برودكسيون نغو ثولي راه ان ولا عباده غير تاكل لي دير من كيت تموت ذاك بارس با باسكو ثورا دون بار تو شي كي بخليل الناس الدوسيه ثاني يكري يخدم مكاكي ماشي حاشي تمسلتي قلنا نديرو لا سوناطراك الى قد فانا سميت باسكو ليكونومي كي ذا زرا مقران لا بوليتيك دونك نسعد دي زيكسبيريونس نتبع شو قدر ندي ماليزيا او ماليزي بون دارا وتفاملت خدم دي زاجونس اونتي كوربسيون وقاد يوكر انه كيديري من الرنت نيد ومن بعد تغال تولي ليكونومي تمور ام كان نخدم تولي هذه تمور ثم كما ام كان تسوى نخدم شاكينا يشبر بين كنا سمسل سبان يعني إيفان وشون إقلا قد يخدم صن ديموكراسي كن يدنا بلا تلدوث ذي المحالة تخدمو كوا كسسوا أم بي كي نبا ريجي بار دي نورم ديموكراتيك تي نبا با لوتي كونتر لا كوربسيون تي نبا با لوتي كونتر البلانشيمون دارجون تي نبا با لوتي كونتر الانفورمال أخاطر البروبلام كي سبوز دورا النظام كاع دين الريجيم كاع لو ريجيم كاع إل سابوي سو ريان دو تو فوالا إل نا با أون ليجيتيميتي il est illégitime, il n'a pas une base sociale d'admission. Parce que, donc, il s'agit d'avoir une base. Malheureusement, il s'agit d'avoir, il peut se servir comme bon lui semble. Donc, il achète des soutiens. Un groupe social, corporatiste, comme une petite grève, il y a des augmentations de salaire, donc, il a un peu acheté le silence, il achète le silence depuis pratiquement 10 ans, c'est-à-dire la seule politique pérenne depuis l'accession de Bouteflika à l'Hakoum, c'est le populisme à Gérata, la distribution des enveloppes, des milliards de dinars, c'est-à-dire c'est des millions d'euros. C'est contraire à la législation, tu ne peux pas, normalement il y a une loi de finances qui répartit les budgets. Tu ne peux pas accepter ça. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a imaginé David Cameron, il a dit à Manchester, il a dit ça, c'est 50 millions de dollars, il a dit, je ne sais pas moi, à Londres, à Ipswich, je ne sais pas où, il distribue de l'argent. Ça ne se fait pas. C'est informel. Tu n'as pas le droit. Quand les députés, tu as une loi de finances, la loi de finances, la moulinette des députés. Là, maintenant, je suis le député, je suis le Parlement. Le Parlement, ce n'est pas un Parlement représentatif. C'est des gens qui soutiennent le pouvoir parce qu'ils sont élus sur des listes. Les partis qui ont de l'âme, le FN, le RND, ça rend même les têtes de liste. Donc tout est faux. On est dans une situation d'informel. L'informel de l'économie, ville politique, les collèges. Tu vois? أنا بعض الناس ترى زوج دارن ترى زير بالان أصلاً تشوف تشوف اللي جوار إترانجي إيرالجيري كل لس شركة دولا كل لس ضرر المشاكل الإيرالجيري سقي مثلاً يا يو أن بروبلم ده على إيرالجيري ده يعني أنا في أروح أقسم بين يوغال دي خم دمي تور هذا اللي يوني يوسا أن سونغ اللي حشكم دقنا في وهران بس سيد سيد دينغ وكيس ال سي أن بو ليماج دي دي لانتربيس بوبليك إيرالجيري بس كيل تري تري مال جيري parce que mis le flan ou flan ici ou la RGR sinon replanier la classe décollée parce qu'il a mis le flan il a pas dire que ben il est en retard c'est comme ça qu'il est géré mais si on la mise dans une situation concurrentielle où elle peut avec elle sera gérée selon les normes managériales mondiales connues il y a pas de problème RGR ça ou ce qu'on a en retard mais c'est une entreprise publique peut-être qu'il y a des gens qui veulent la couler pour la racheter. سي موالي زي ما شنو ما واحد تو دي بوليتيك على باز باسكو لو كان كوت لا موندا بوبولير il est obligé de travailler les intérêts du pays tu vois mais ces gens là ils ne comptent rendre personne c'est une un groupe comme ça ils sont au pouvoir ils font ce qu'ils veulent ils pensent que l'Algérie c'est un don du chef du quai sociétal européen ils font ce qu'ils veulent voilà c'est Hassan Mouali. نعم الزول في لك ماذا نصر اكي ذيك نصر جودي فاكنا كي اسمعينك فاكنا كي تسقسي نكيني يعني ولا ام لا كوري دي سود في لا دي لي زاني لي فان دي زاني 70 ثلا يونيتي دي دي قارن باللي الوقت ني لو نيفو دو في يعني الجزائر وكذا لا كوري دي سود لان يعني بريسك كيف كيف ولكن من تولي ثورا ندث بوض لا كوري دي سود وعند تبوض الجزائر يعني ذا الشرق ذا الغرب اوني طري طري الوا يعني بعد مليح مليح اسك اللون دي قارن باللي لا كولتور الثقافه ان شعبنا ماشي ذا ثقافه وخدم ماشي ذا ثقافه الابداع
Est-ce que des choses, il y a une analyse unique par rapport à ça? كاين ديال خصها صعيب انا كتبنا في يعني الجيري كو لاكور دي سود كني دي ماريت دي جيتي او ميم نيفو دو ديفلوبمون لي زاني 70 اي اون برينسيپ اون ديفي ابوتير او ميم او ميم كونكلوزيون باسكو انكور انكور ان ديفيسيل باسكو سي لي غازو كو البترول اي نو سوم ان غران بيي كو ميم 40 مليون دابيتون اي مالوروزمون توران encore une fois توران ال بوليتيك مق لاكوري 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 دي سود سي اون ديموكراسي لاكوري دي سود. C'est pas un pays autoritaire, c'est une démocratie. Il y a une liberté d'initiative et une qui je ne crois pas. Fait que la guide bien l'Algérien il ne travaille pas. Si l'Algérien ne travaille pas, c'est parce que le régime algérien a fait en sorte que les Algériens ne travaillent pas. C'est pas vrai. Donc c'est ni Boumdine. Là, j'ai mis un petit quand il parle de l'époque de Boumdine, c'était difficile. Les gens travaillaient, ils étaient salués et tout ça. Pourquoi? Parce que c'était la pointe. Je ne suis pas en train de justifier l'époque Boumdine parce que pour moi, le Guinée, c'était un dictateur à la Koulihan. Mais Aïnil Han, il a passé de l'union. Il y avait du sérieux, les gens travaillaient et tout ça. Parce que tu sais quoi? C'est un petit exemple. J'aime beaucoup le citer à chaque fois l'exemple. L'équipe Lien, c'est pas une question de Lien, Chab, on nous a imposé depuis 2009, la ceinture de sécurité, celui qui ne la porte pas, c'est 1500 dinars. Eh bien, tu vois, c'est tous les Algériens qui mettent la ceinture de sécurité. Voilà, ma santé, on a dit. Parce que Chabagien, il souhaite de très mauvais exemples. L'État, le pouvoir, lui décline une très mauvaise image de lui. Maintenant, il y a des ministres de l'Ukraine, Chaki Bhali, en autorité, soit scandale. En tant que Chabagien, c'est comme ça, c'est un réflexe tout à fait normal. Tu vois? Et donc, il réagit de la manière dont nous faisons les choses. Mais je ne pense pas que les Algériens ne travaillent pas pour le plaisir de ne pas travailler. Il y a une espèce de laisser-aller national, tu vois. Il y a une espèce de laisser-aller national parce qu'il y a une rupture de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, normalement, Israël ou Chad Khadmadi, Israël en même temps, Israël, c'est de tenir un discours. D'abord, sur le plan politique, il faut écouter l'autre. Voilà, l'opposition est. Il faut restituer le lien national avec l'État. Il y aura le lien national des Algériens à la politique. Parce que sur le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il a entamé une entreprise de dépolitisation du pays. Mais il a demandé la politique. Il a besoin de quelque chose de mahram. Tu vois? Alors que normalement, il faut se féliciter. Maître El Chabi, qui s'intéresse à la politique, c'est une très bonne chose. C'est une preuve liée à une conscientisation. Les gens sont. Il y a le wahi ici, c'est formidable. Donc, c'est un gouvernant, nous, notre démission, c'est tout ça. Mais on connaît le mohim, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas aller à la Coupe du Monde, on te donne de l'argent, avec une clé d'avion, on te met avec une politique. À la maca. Tu vois? Donc on a démarré faux. En Guinée, je n'attends pas de ce régime qu'il me fasse des réformes, c'est pas possible. C'est un, il est structurellement mort et liberticide le pouvoir, malheureusement. Le mieux, c'est que voilà, on organise une conférence nationale, on redémarre. Voilà, c'est qui l'a. Mais un petit c'est fini, voilà. Il ne sait pas faire autre chose que la répression. Aucune dépense qui est. Mais donc, quand nous sommes les mêmes, je suis sûr que le régime est dans le l'Arabie, l'Asie, Bouteflika, en 94, nous avons fait le président, parce que nous sommes les mêmes. Une scénario de gérer les mêmes. Voilà. Il y a des milliards de dollars, c'est très facile. Il y a des armes, il y a une autoroute de 500 km. Au bout de 6 mois, il y a l'autoroute. Il y a l'usine, 5-7, je débloque l'argent. Il n'y a aucun savoir-faire, les gars. Il n'y a aucun savoir-faire. Les gens qui travaillent, ce n'est pas toi qui travaille. Mais l'autoroute Est-Ouest, 1200 km, à 320 km, ils sont en train d'être refaits, alors que le projet n'a pas été réceptionné encore. C'est le 1000 km, c'est un peu down. Alors que l'autoroute Guy, selon les estimations, a coûté au moins 17 milliards de dollars. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit que les mots, malheureusement, c'est mort. Non, c'est toi qui as dit que. C'est dommage, mais on espère que ils vont bien comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça parce que la production du gaz a chuté, la production du pétrole a chuté, parce que en 2006, Chakib Khalid a donné instruction à exploiter à fond le pétrole et le gaz pour faire ses amis américains et tout ça, et britanniques. Après, finalement, il a fait des transferts à Fimanis à des banques. مثلا حسن موالي اكدني نيثان ميرثم قرات صحتك ما في مغلقينك
وكادير دي توالين في كادير دي توالين نروح سيف الدم شطوح على الفاصل القصير ثم ادنو على الغرون صحيتو. السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول نغال سيغي من غاين عنا انت مسالت انت ذمسا فكان انا الدارين سيغ مثلنا حسن موالي مثلنا محمد الحسن أكيلال الناد بليون سعادة الاقتصاد دي تمورت النغ ظلام ما فيها ريت تاكل نذري من تمور ظلام ما فيها تاكل نذري من نقل البترول الشعب ريت فريج أقمثنا نصر ويجي قد نسقسا كل الناد بلي ونسعى ليكونومي دي تمورت نسعى لما فيها لا يتسكر ندرم الصح دنو غالك انا فول ايدينا حسن موالي تسيد شكرا غطس بس يعني لا إلا في دو تري بون زاناليز زين يعني ان ثذا مسالي ثمورث النا هنا قد ولاش ثذا مسالي ثمورث النا ولاش ليكونومي سي تن ستون ايكونومي دو بريكولاج ذا العباد يقلا نت بروفيتين يعني ذا سميس سليرون تاكي بيتروليير ويهضر دينا باللي ازافو ياكينا لو سيستيم ادي تاغ لابي سوسيال تسمى ادي تاكي اي تاكي دري من يوكذوذ بلا ما يخمم امي هذه تخدم يدري من هكي هذه يخدم ايكونومي ان ايكونومي يعني كي يجهدن كي ديفيرسيفيي
الى قد ان محمد انت يهضر دا غني الناد باللي ونزمر راه انفدل يعني اذا شيء اذا شو قلنا انتورا بارابور على هذا مسا بارابور على ليكونومي لو كانو تيليا راه ان شونجمون دي لا بوليتيك الى قد لي ان شونجمون بوليتيك الى قد لي يوك لي فورس فيف تمرث لنا باش تيلي انت يهضر دا في لا ترانزيسيون يا كي بوليتيك سينو ان يك ونزمر راه انفدل يعني شيء يعني نثد قوم زوارو باللي الاكونوميه كي سيرو ليا لا بوليتيك السيرسيث الى اتي لي اون فولونتي بوليتيك باش هذه لي وفدل يهضر دي ناد طون كيدري من اللان السيستم هذا يكمل خاطر لو كان يلحو كان سي دريمن طون كيدري من هذيك تمن دونك هذا يكمل لو كان دي سي لا قدر الله هاتي لي كريز زاد بارابور لي بري البترول نغ بارابور لي بري دو غاز هناك دي زمان الحل السيستم هكي يعني هذه غلي خاطر ولاش يعني الحاجه يجهدن اثي طفن ولاش لا فورس بقدود ذا فيريس سي يعني جوست لي مليار كي سون يعني كي يوتيليز بور سيرفيفر باش هذه قمه صحيت انا صار نروح ركمتنا اكل عبد الله السلام عليكم مساكلي وعليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا محمد مرحبا سي سكاسا قد نتمسلاك مثلا كلاف ذمسة تمورث نسقص الطاس وقيغدي في كان الرينسن نندوك اللي ولاش ليكونومي دي تمورث وسعنا ليكونومي دي تمورث لنا نبغى نولي رايك انك سالي امكا تصوات ليكونومي كي تانا سدو تمورث يعني انت ذمسة كي في كان الرايك سي اكلي اخي مرحبا سي سك الله يسلمك اخويا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جلت له أخويا محمد جلت له المغاربية جلت له فوق هذه سوالي أكلي بمن مزورة أخويا محمد كان زمسا يتمر في النار سوى يعني ولاش تمو غالي أرس فزمسا نقول أكل خارج قضايت نغي أحيانا ساكين نغي نزكا فدرا وكان أساكين سويس القبل أم خدش من إن ذاني نم كذا عن نحنا نم كذا عن فلويت سوريين دونك تشلنا في الاقتصاد المقارنة بينهم الاقتصاد الريعي يعني الاقتصاد الريعي أكل أمن حفظ الطوم أن الرجاية في جرسن ما اسمح الله أخويا محمد ولا شوية ما أرسل نعومي عدن فوق نعباس الإيكونومي مقارن الإيكونومي ديريجي العوام اللي عدنا من انتسيك لسوسيتي ناسيونال دونك يمير تفريق الارباح الذي يكفوش بس خاصة ولاش اربح يعني توزيع الارباح السنوية خاش ولاش اربح تشكلنا في البرزو ناسيونال تكاسن تفريق نخدها من اللي بريم خاش وفعنا الفايدة دونك ومن بعد عدنا في لو كان حمروش يكون بصح حمروش يعني خدم لي ريفورم سولمو يكمل انا باش هذا هو بنت كرم لي ريفورم ني دونك نعدا في ليكوم ليكونومي ديريجي احنا نفراش لي ليكونومي هو ثاني البيضاره ورس هو عندنا ليكونومي دو مارشي هو دايور ماشي ليكونومي دو مارشي مي ليكونومي دو بازار دونك الارزايق الان بالكوميرس الى حول الارزايق الان لا برودكسيون ولاش اخويا محمد دونك لاين تيغين الكاع وشرا لكن كي الناس يلعب باش مثلا في حفظ ربي اون 90 ديسبوزال لا كاليستيون الناس شو رايك ليكونومي ماشي هنايا اقتصاد السوق هو الرضا بالتخلف سيتادير الارزاق لا يولي يبغى لنا فيها كل شيء يوجد وليس عن سعوديين مي لا برودكسيون ولا شو ما نتجوش ولاش الانتاج دونك فايور الوقت نزروان باش فهم احمد ويحيى يغلق شحال طاس لوزينات يخدم لا كومبرسيون ديفيكتيف وقال لي تطاس لك نزيك السيستم سوسياليست واش انت ناليزو اون بوشي دون لي زوزين بور دي ريزون سوسيال وغال فرح الناس اللي كنت في كانت ديتار فولونتير دونك سورا يوسف بوتفليقه تلقاني سوردين سيتاغ ساكين داف خوفار ساكين تيباري وين يتنظم خالد تومي
فاكين تشوش مين بقالي دي سوات مانيفيستين دونك اسني اسني في كيسور دين فران لي جون لي فويون يستنظي من الفوت دي بلديات دونك تشوش مين شكون ابل سيرين شراء دي مام مع شراء السلم الاهلي دونك الاقتصاد نتورا وسعيدة في بغني مرسلات كنت نتورا كان لو بيتشي تسبوطينت في الحساب البترول دونك في الحساب تغ العوام عدا 19 دولار البترول دونك حتى كيوسع عدا 100 دولار مي توجو لو بيجي تغوط على سور لا باز 19 دولار دونك اعتمدنا في البترول وزرينا راه سيار بزاف حصان بلي لقد في الايكونومي الترناتيف يعني بديله في البترول لكن خسارة ماشي داينا يدومن وماشي داينا يعني فوق تخلن اي لقى ليلين البديل الى قليلين من وجديد الى قليل يسمون الارزاق ولكن اخويا محمد الزوب هو كي يدرغل ويتولي يرى يتولي كان الساكين كان خيسقع السلطان نصر ميسوي خيسقع اي ما نسكن دونك وليت حبيبنا راه سيارج بس مش الاجيال اللي حول الجينيراسيون الفنير اي غركا يتورهم المستقبل مثل الافونس الصحراء يتورهم ديبيت بترول اللي صحراء تورهم دونك ولاش تغون هذا مغولين ارزاق دونك ولاش الالترناتيف ان قيمة دوار اون تورنا رون رون يعني شكون سي ان سيركوي بيسيور دونك خويا محمد الاقتصاد ما عطاش مشى تموت منهم وانت درغات سايرة مغولين ارزاق دونك اون في لو جور دو جور او جور يعني تمغولي يعني يا زاب ولكن تنظيم هذا مشاب بس لكن كان مش مقول لنا عزات أشد ينحون وزرية رب لنا الأجية لكي تقول لك سعن طموحات سعن لزوم بيسيوم تولي إن تسمى لشي يظهروا لنا يظل لي كان قطر طول سويارة طويت بالصحراء طولا مثل مكتوغال يظل لي كان البحر طويت بالصحراء طولا مكتوغال دونك يظل لي كان لا تركي طول سوى في ذرارة دي التاريخ سوى في ذرارة طول زربة مكتوغال طولا بارسكو أخطر أخويا محمد هذا مسانس الحياة السياسة السياسة توقف السياسة قفلت يكمو فينا يقفل السكسو خويا حميد السياسة يكمو فينا وين السرحان دونك إلا قاتلي هذه بدل باش تبدل في الزمسة إلا قاتل بدل السياسة إلا قاتل داس الوكال يبغاو غدود غدود ويبغا يرى وكالاكي إلا قاتل داس المزان يصادق غدود الثقة يوكل في الأرزاق الناس وابلغ من الأرزاق الناس والله من المستقبل النساء خويا صح خويا محمد هذا مسنف شو دا سرفي تسرفي تبقى ضرر اشحال سنين كي 15 سنه كي لي سوان بول دونك سوغال بوتفليقه خدمان راه سيستم دو رويوم دونك خويا محمد تواغيت ان شاء الله دونك الى قذب وياك ان شاء الله خير المنظمات كي المجتمع المدني شباب مسرفيف إيجال les associations plus les personnalités politiques إلى قد حد هذا حركان إلى قد قد من البديل أكفيت فرضا إدوا لامبوزي إيوا كلا تبدل السياسة تمور سينا كان ميث بدل السياسة تمور وساند لي فري ريبريزونتون دي بوبل سينا كنا تبدل الزلسة أخويا محمد الزلسة وتغيما يركا أسمى دفن مولانيس دوكا كما تنا أكلي وزميرا نسال مدني تيلير زاتين الترناتيفين يعني انت ذا تذمسا قلنا غنا هذه اللي الخير زاتين يعني انت ذمسا طونك تمسل تسرسيت وتبدل راه دو كي دوالي كي سما ثورا ثورا قبتنا كيف كانت نسعى لي بوتونسياليتي نسعى لي ريشي سلا نايري لا دواء كان الارزاق بقران ربي يسكرت يكبر تاكي يسكد يكبر تاكي الارزاق ذي بقران ولكن زابو ذا وجان زابو يعوج اسما دفني بولان متمور في فوري يسعنا ثقة بوجود السنين تبدل السرفيت وتبدل الدبسة خويا أكمتنا أكلي الفومونيتير انترناسيونال كي قرا ديسي لون 2024 في 11 سنين زياده باللي تمورث نغ تصوال تصوال الدرضه اللي ديري من دونك ذي 10 سنين كي يمكن يكون الا قنفرو تمثالين تسرسي تمثالين تدمسا وكي ديري من الشعب وكي ديري من الشعب دونك خويا محمد ولي جراند تور دي برودر لي ترو بار لي كورن يعني هناك هناك الوزير بيحرك
كبار السيرفيس هنا كنعرف كان لا بيرسوناليتي لا كنعرف كان لي زاسوسياسيون لي جوتيديان يعني لي فورس ديف دي بيي كنعرف كان لا فو سامبوزي النظام كي لا كان يجيو مزيان باسكو ما الا راه الجيل كيما راه حميد الا قرر يراه نحط الجيل الاجيال اللي حول الاجيال اللي حول لما انا باش نبغي لا نحرك لا كان اللي حاله وتقوم يراك على النظره يوتر الكاس وجابو ياكيو وما يضبطش يخدم كان حاجه يشفرح البقر وبقر ديش بينا كا وبقر شويه مشوابه كا هي جيوز مطمنات مقر الولي كا ولا يخدم الصلاح تا هو غير اخويا محمد دونك الي كرون طون باش لا سوسيتي سيفيل لي بيرسوناليتي يخبر سورتو لي ستوديون وتاتور الدخول الاجتماعيه كي دونك الاختبار تو سي تو الموند كي دوا سامبليكي اخويا محمد صحيتك مثلا اكلي عبد الله كدي ثاني مير ثم قرات في مو على كي نيك كنت نشكرك ما دورك مثلا نصل اول نيك مثلا اكلي طونك سمث ذم ست شو درت سرسيت ولا شي شويه يفدل الموت في الدلاله تاع سرسيت كدي قارك مثلا اكلي وزون وين زمان ولا سير مم لو كانت سيلي الانترناتيف يعني انا الدومين كي ميك في البترون الحاجه وزمان سيلي دا غنطونك دا انت سرسيت وتبدلها يمكن ادينا هذا شو دينا يعني مثلا اخي عبد الله يعني اذا هو الادنان وقالني ديك شمني كذا يجيونا اليوم زي مزورو اما حسن مواليد محمد الحسن كلال ناند اولا قلنا ناند باللي ثاذا مسادي ثمور ثناغ شو دوك ذا ثسرسيث طنكو لاش الاصلاح ذي يعني ذا المنظومة السياسية ثمور ثناغ طنكو لاش ثمو غليرز ذا فين فيزيون اي توالين باللي ثمور ثناغ حواجة في الدل ثمور ثناغ إلاق يعني أذيلين أمكي دينا قواليس أخلي عبد الله يناد يوكلي فورس فيف يوكوي قاذ يسعان يعني فغانا أذقش دي سارسيث ولكن خاص خلف ذي الراي إلاق أدكشمن وأني راقيت سارسيث إلاق ذي يفتح باش يعني أدوين الحاجة زيادة يثمر ثلنا واتيلي إن شاء الله ثمو غلير زدات إن فيزيون يعني باش أنفاق سي التبعية يجي لزي درو كاربير إلا قد نيني باللي ذا الصحر بيف كاين غد الخير سدة والقاعة يجي ولكن الخير يجي لو كان وثن سخذ مارا أمكي لزم الحال يزمار ذي يغال ذا النقمة في لنا صحيح تنصر الله حسين في وصر بعك بطنا حمو مرزوقة سيني أزول في لك عسلام مالك يا حمو أزول في لك إما محمد أزول في لك إما نصر أقمتنا حمو غي منا يعني أنا أنت دمسا ولكن أقمتنا حمو وقد يفكانو كرينس نسا قي ثلاثة عدن دي كذنا ولاش وين دينا نسا على الإيكونومي دي ثمورث ولاش وين دينا نسا دمسا قات الحوت بود الصلاحي ثمورث ولاش وين يتولي نسير مرزتين يعني أنت دمسا قلن ذك زافو بوساكيك ديني مرحبا سي حمو في كندا رايك شتي نجمه. يجي هاد الكريم الناس اللي كنا غادي عندنا سورا يجي هو وصلنا زاز رف في الحق محسن داغني خاطر في هذا المكان عندنا من الجزائر وصبنا راه الصح صبنا راه قربا اكل في الناس مسكية وين هذيك الدور كاردو راكي كانت نسمية اللي شفت اللي قارن باللي ولاش يعني خدمي لي ستاتيستيك كمان الجزائر دايور اللي لي سول بي صفر لي ستاتيستيك وشرا البورصه يقوان سي سول بي عند زعما لي بون كي ستاب لي سول بي ستاب ايفريمن لان توفات باسكو باش لا بوليتيك ليكونومي اي شي دو بران سيستيم باسكو لا بلي باري كاتشين زيفو ما دايرين افيك سيستيم كي تاخرن مي كي اول كي تاخرن خدمه لي زافير بيرسونيل وبغانا راه غادي توحد كذا ديال ليكونومي غادي ليها هذه اللي المحاجة تنشتاقي خاطر مثل المحاجة تنشتاقي عند أصلي بور الحال نرى أصلي ديك شف الحال إذا اشتاقي إبراهيم ترى في السوق تاقي شي كثير باسكو يسمو من البيان ولاش وسكنا لا زال كيف دمسا خاطر لاني صوردي من طالن ولا عطا موكي كلاسين يجيشنا في الصوردي ماشي نولي وسكنا لا زال مام لي ستاتيستيك زعما سكنا لا زال تنموت الغالب عيور لوني اوروبيه ناس 100 سنت تشاغب يشموت الجهات تشاغب دون فورمي دي جون
ويدي يخدم مليون دي الحاجه اللي صافيت تكثر يدير من لي زوروبي داحشين باش تموت انت كيا وفم فران ديك سانتا سوربين وخدم لي صافيت كبير تمي قال لهم ونغلس نتمور الحمد لله هي يتاك الثاني كان الشفر بو وازرمو داني ما نخدم بالتور هي فيك تمدي مش لا كيني باللي الشفر كان نيفو صافيت لو بوزيسيون ودير يزن دير بوزيسيون كنا نقولك وتكنا الشفر من صافي دير باش كتضرب بليا يضمن الذهب باش تستاتيك ولاش الحساب يصفان مع الشحال هذا فوز لنت دي سوسيتي تيم باراني وزع ما راه وين تيجي تسجل كاين صافي صور بين السن حتى الصور ديك صافي يضمن الذهب زي كيف ما يجي معاك مثلا قماتنا حموم مرزوق اللي نطاسي ديف كان تحاليل لنياك طونك ثم سالت انت سرسيس وثقع دارا وثقع دارا دي ثمورت وزميرا تقع ثمسة انت ثمسة اشو رايك دي قوة لك اكما خبر بلا سرسيس وزميرا تقع ثمسة بلا سرسيس وزميرا تقع ثمسة سرسيس سورة بالوقفة جي عكي جنال الوقفة جي عكي جنال كنية السرسيس شكو بلا ترانسبارونس شكو بلا تسيطاسون تالي بوار ضد ديمقراطية ريال إذا المرضى تظهر موس بالفتح تموت وليش تموت يتوبنان بلا تسرسيس إصفان يتوسكين أسي كنت نجمون الزيار فلان سيخ الناس سيني قد كاركات جعال في مقرانين زي اشتاقي وقوم زيارة لغد نينا فلان فزان ساعة فمقران في سرسي ولدي بسينا اشتاقي وغالين توالين كل نيش يوجدو ولا الزيارين بلين ولاش أتلاقي ما تضمضي مثلا لو كانت لا لا بوليتيك لا ترونسبارون يعني ولي بلي يصور بين اللون وكان ديك السنه لا فاتي كل شيء يضمن الدائري اللي ما بلي بروجي في تسوون غاش لي بروجي غام كان ديك السنه يضمن اللي توغال سموتني اتوان ولا لا لوا 40 نت في كونتينير يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك وخدام الدائري الى المصيحه الدائري صافي دير يوار كل شيء زمون الزيا سيدي زانتيري على بيرسونال لي بوليتيسيان كاين الجيريين كس الحايم سامور في الدائري خدم يمكن راه في زانتيري نسن زاغو بلا اني مقران من التفاني دي زانفيستيسيان زاغو بلا اني مقران دي التفاني داري ودير دي زيزيزيزي هكذا تخمم دي زمور زي صافي دير ساكيك تشيني ما بغيت تخمم ان بروجي راه تخمم تسلحو في زانتيري في لقاك تسافي مسير ابخي تسافي ولدينا لي جينيرون غاني دي جينيرون شمن دي لاغي باش تجي ما تجي ما قوالي هنا تخدم الاناليز ديال الجزائر البوليتيك تاع السيرتي فون جينيرال ادي بلي في شباب اجبت نعم الناس من نبل افير من صوما تراك اللي تسكني هذيك تسكن رزق ديال الجزائر هي اللي تسكن في لاشان ديريكتور من صوما تراك ما يسالي الخزنيس وتروح على اون جوستيس صافي دير الحاجه فم قران تجي ضغطو ضغطو في المقران ولا لي ديريكتور دي بونك تروح اون جوستيس ولا يعني توشير من بيرت ولا لاسير الخليفة غراني لاسير فم فرانك ولا لاسير المينيستر الإيكونومي أقزيم من تمون الزيار سافي دي رسادي في شركة من تمون الزيار وفي صفارة وفي درسة الصحة لكن ضمن بشيني جو في الدوليس نفض لامبورت كان يحكي الفاموس ويتخمم كان أغا في مانيت وهي ذا ولد ضمن بجيو في الجيخ انتزو ليك يجمع المحيم سافي دي رسادي لنيورونس نضع في نيورونس بليو المساكين لزنيورون أغا شكمن تموت تخمم كان أغا في مانيت وزي أمام كان كي تبحو ساموس سامقران المزمون الزيار فانا دي رساجين زمان ابنيني ويجمع في نغادي تشتيشين المزمون الزيار ما تدام لن يغبلان بالسافيل ما تدام بالسافيل ونجي ما تشين يبلاق مزمين يحكمين في المزمون الزيار ما تدام وسنرى عن ديشكور زمان نفكي من أطاولا عن ديشكنا سكنا أول يصحاب الزيكونومي التفيدين الصفار بالنياء اللي بنين تمور في الدير الزكاة ذاك اشتاقين ابنات الغورن أن داخل أمسا الزيار شدا مساعفين قولا عن الثمورة أن دار التونسور في الشيء ذاك حاجة مثلنا في سادي كونومي في البورتا تم قنطرة لنا وبن قرار رانيغة في ماروك إذن من الدير مثل فوضى البرانيغ إلى أبنية بلوغ سوطس إسور بنت أخطر تمون الدير مدام إسور بنت إسور بنت إسور نرى وسنرى الزاد وسنرى القيمة سنرى الإيكونومي تمون الدير وليس في الحرين سنرى ولاش أخطر تسيرسيس تمون الدير في التسيرسيس وسكنرى غزال الشركيس سيرسيس نزمرا نزلت الأمساء بلا تسيرسيس نزمرا أنزلوا إتحاج الزمان يوثن دقيقة كان قمتنا حمو مرزوق أقلا ثورة ذي العام 2014 لفامي ند باللي تنوم 10 سنين الدول ما درد المدري من ما تكمل لك قيثم ذا مساقي فكان الدريكة فولا قيل أفامي
c'est vrai, maintenant, je peux te dire, c'est bon, mais en 76, جمعتنا حمو مرزوقة كنيني ثاني ميرتين كما سمحنا الوقت يكفى لحق ترثقرة ويجد يسول انه كل يجد دي في كان الرأي سنة ونيني ثاني ميرتين قران ويجد في كان داغن ثم زو ثاني ميرتين قران ثاني ميرتين مثلا نصر او دليني ارتوفات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.